ما تنزل على الشارع اذا مش عامل فول تكس برجر. ليش؟ مشو معنا. يعطيك العافية. كيفك؟ عامل فول تكس برجر؟ اكيد على انستا. فينا نشوف؟ فيك تدرج الكاميرا؟ تيكس برجر عامل مسابقة عم بربح خصام شرائي للعالم إذا بجاوب على السؤال. تيكس برجر عم يعمل عم يفتح على السحور بشهر رمضان، كيف دوام السحور اللي عنده؟ من الساعة 12 أو 9 بتروح معنا خصيم شرائي من المحل؟ شرفي. أهلا وسهلا، يعطيكم ألف عافية. تيكس برجر عامل مسابقة، حنسألك سؤال إذا بتجاوب معنا بتربح خصام شرائي من المحل. شو العبارة اللي ببلش فيها بلال أول الفيديوهات؟ إجا زبون. تفضل. سلمني حبيبي. يعطيكم العافية. الله يعافيك حبيبي. بتعرفوا تيكس برجر؟ طبعاً. مين ما بيعرفه؟ وين بصير المحل؟ بالحدث. صحيح. عامل له فولو؟ اكيد. فينا نشوف؟ تيكس برجر هلا عم يفتح بشهر رمضان على السحور. بتعرف من اي ساعة لاي ساعة بيفتح؟ من 9 ل 4، هذا بده شيء يعني؟ بده هالقد صعبة يعني الخبرية؟ 9 ل 4 كنا عنده، من امبارح بعدنا كنا عنده. طيب تيكس برجر عم بربح قسام شرايين من المحل، وحضرتكم ربحتوا معنا قسيم. ثانك يو. تيكس برجر اي لاف يو سو ماتش. عامل فولو تيكس برجر؟ يلا نشوف. يلا تيكس برجر عامل مسابقة، رح اسألك سؤال واللي بجاوب اسرع فيكم هو رح ياخذ قسيم شرايين من المحل. ماشي، شو عبارة المحل؟ اهم شيء تكون على ذوقك يا طيب. على ذوقك يا طيب. ماشي، بتربح معنا قسيمة شرايين من المحل. تفضل. شكرا. اهلا وسهلا.